القاضي ري، على أمل أنك ارتحت بالأمس ومستعد لمواصلة الإدلاء بالإفادة اليوم. مسألة إدارية بسيطة، طلب عاجل لتغيير المهلة الزمنية للكشف عن المستندات بالأمس، وطلب التمديد حتى 23 من أيار مايو للكشف عن بعض المعلومات. لست بحاجة إلى أي رد الآن من الدفاع، ولكن رجاء أن تفكروا في الموضوع اليوم ونعود لاحقا عصر اليوم. السيد روبرتس، فقط أود أن أعرف إن كنا سنعالج هذه المسألة شفهيا اليوم. حسنا، شكرا. I understand that counsel for Mr. Sabre. القاضي ري، أفهم أن محامي الدفاع عن السيد صبرا تلقوا الطلب فجرى نسخه، وأنا أتأكد من أنكم ستتمكنون من التفكير في هذا الطلب المعقد حتى عصر اليوم. السيد كاميرون، شكرا. صباح الخير سيد جنبلاط. السيد كاميرون، عندما غادرنا بالأمس كنا نتحدث عن البينة 424 بما في ذلك إذن البندين 19 باللغة العربية والعشرين باللغة الإنجليزية، وهو خبر صحفي وارد عن لجنة التحقيق الدولية، أو عفوا عن مركز المعلومات للأمم المتحدة، في 6 سبتمبر أيلول 2004، وكنا ننظر إلى الصفحة الثانية وهي ERN أو الرقم المرجعي للأدلة D0410763. وأود أن أسألك عن ثلاثة أمور وردت في ثلاث فقرات من هذا الخبر. أولا، في منتصف الصفحة، الولايات المتحدة التمديد للحود أملته قوات احتلال، وجاء في النص: اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن تمديد ولاية الرئيس أمين لحود أقتبس أملته قوات احتلال على اللبنانيين. نهاية الاقتباس. وذلك بحسب ما نشره موقع نهار نت يوم الأحد نقلا عن جريدة النهار. وفي بيان صدر يوم السبت عن البيت الأبيض، اعتبرت واشنطن أقتبس أن تصويت النواب اللبنانيين على تعديل الدستور تشويه للديمقراطية. نهاية الاقتباس. وأضافت أقتبس أن ذلك ليس انتصارا للديمقراطية، كما أنه لا يعكس رغبة الشعب اللبناني، بل أملته قوة احتلال. نهاية الاقتباس، في إشارة إلى سوريا. ووصفت واشنطن أيضا ما قامت به سوريا بالمخالفة المباشرة للقرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هل كنت على علم بهذه المواقف التي أعلن عنها من الولايات المتحدة في خلال فترة التمديد للرئيس لحود؟ وأود أن أسألك إن كان ذلك يتماشى مع ما كنت أنت قد فهمته فيما يتعلق بما نشر عن الموقف الأمريكي في تلك الفترة. لم أكن على اطلاع أو على علم مسبقا بما بنوايا يعني أو برأي الولايات المتحدة حول هذا الموضوع. لم أكن. My question was, سؤالي كان على الشكل التالي: هل كانت تلك الأمور تنشر في تلك الفترة؟ وإذا هذه الأمور هل لعكس موقف الولايات المتحدة بشأن التمديد للرئيس اللحيد، هل كنت على علم بتلك المواقف
التي أعلن عنها عن إذن المواقف الأمريكية. قرأناها مثل الغير في الصحف. قرأناها مثل الغير في الصحف، وكما يعني نقرأها اليوم في الصحف. And was this kind of paragraph typical? سؤال، وهل كان ما ورد في تلك الفقرة ما كان بإمكانكم قراءته في تلك الفترة؟ كنا كما سبق وذكرت نتمسك باتفاق الطائف الذي واضح جدا في أنه لابد من انسحاب سوري من لبنان وفق جدول معين، لكن لم نوافق على بالأساس على 1559، هذا كان موقفي بالأساس. سؤال، رجعنا الاستماع إلى السؤال. السؤال بسيط، لقد قرأت للتو فقرة وردت في خبر صحفي عن الأمم المتحدة عن الموقف الأمريكي. أنا لا أسأل الآن عن موقفك، وأن بل سؤالي هو التالي، إن كان ما ورد من مواقف هنا من الأمور المعتادة التي كانت تنشر عن المواقف الأمريكية في شهر أيلول سبتمبر 2004. لا أتذكر، يعني لا أتذكر أن سمعنا مثل هذه المواقف. قرأنا هذا الموقف في الصحف. All right. If I could take you to the... سؤال، سننتقل إلى الصفحة الثالثة في رقم مرجعي للأدلة دي 0410764، وتحت عنوان حزب الله يقول فرنسا ارتكبت خطأ. وجاء في الفقرة، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب متمسك بالعلاقات اللبنانية السورية أكثر من أي وقت مضى، وشدد على وجوب التنسيق بين لبنان وسوريا لمجابهة التحديات المحتملة في المستقبل، وذلك بحسب ما ورد في جريدة البلد الليبرالية يوم الاثنين. وقال أقطبس، بعد أن زجت فرنسا نفسها في معركة فاشلة بدعمها لمسودة القرار الأمريكي ضد سوريا بين هلالين، خسرت بعضا من مصداقيتها في المنطقة. نهاية الاقتباس. مضيفا أنه أقطبس كان الأحرى بفرنسا جس النبض اللبناني قبل مشاركة الولايات المتحدة في هذا القرار. نهاية الاقتباس. في تلك الفترة، هل كان قد تكون لديك فكرة عن العلاقة بين حزب الله والنظام السوري في نهاية المنتصف الثاني من العام 2004 وحتى العام 2005؟ العلاقة كانت دائما جيدة بين حزب الله والنظام السوري، تاريخيا كانت جيدة جدا، لم يتغير شيء. When you say a good relation. سؤال، عندما تقول علاقة جيدة، ماذا تقصد من ذلك؟ عندما أرسي اتفاق الطائف واتفقنا على تجريد الميليشيات اللبنانية من السلاح، بقيت ميليشيا، بقيت المقاومة، نسميها المقاومة اليوم، مقاومة ميليشيا حزب الله مسلحة من أجل تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وهذا كان بالتراضي والتوافق بين الدولة اللبنانية، بين الأفرقاء في لبنان، وبين سوريا. سؤال، كانت هنالك أوقات كانت لديك فيها علاقات جيدة مع سوريا، وأوقات أخرى كانت العلاقات سيئة مع سوريا. عندما تقول أن لحزب الله كانت له علاقات جيدة مع النظام السوري وحتى مع اتفاق الطائف في أوائل التسعينيات وفي العام 2004 وأوائل العام 2005، ما الذي تعنيه إذن عندما تقول أن العلاقة بين سوريا وحزب الله كانت جيدة؟
علاقة قديمة بنيت من أيام الرئيس حافظ الأسد، وكانت يعني كان حزب الله من الأحزاب المناصرة لسوريا، كما كنت أنا في مرحلة معينة قبل أن أنفصل عن سوريا أو أبتدئ أن أنفصل من عام 1998 إلى 2004، لكن كنا جميعا في ما يسمى بالحلف الوطني اللبناني السوري، هذا معروف، كنا مع سوريا، وحزب الله كان منها الأحزاب التي كانت مع سوريا. And if I could go to... سؤال حسنا، سوف أنتقل إلى الصفحتين الرابعة والخامسة في الرقم المرجعي للأدلة دي 0410765 وحتى 0766. وفي بداية الصفحة الرابعة تحت عنوان النواب يصوتون لصالح سياسات الأسد، بالأمس أنا سألتك إن جرت مناقشة بشكل علني في بداية النصف في بداية شهر سبتمبر 2004 عن تصويت رئيس الوزراء للتمديد أنه لم يفعل ذلك بإرادته، وأنت أجبت أن الجميع كان يعلم أنه صوت للتمديد إثر تهديدات النظام السوري. تعقيبا على ذلك سأقرأ هذه الفقرة: صوت النواب اللبنانيون بغالبيتهم يوم الجمعة لصالح تعديل الدستور، ومنحوا الرئيس لحود فرصة جديدة لإعادة بناء الدولة وإصلاح البلاد. والحقيقة هي أن غالبية النواب أعطوا الرئيس السوري بشار الأسد الثقة لطريقته في إدارة الصراع في وجه الضغوط الدولية، وعلى الدول العالم العربي واحدة تلو الأخرى. هذا ما كتبه رئيس التحرير شال أيوب في افتتاحية جريدة الديار المؤيدة لسوريا الصادرة في بيروت، وقال أيوب أقتبس: لذا فإن كل ثانية وكل دقيقة وكل ساعة وكل يوم مهم للرئيس لحود وأي مسؤول لبناني ليرد على الضغوط بالنجاح في بناء مؤسسات الدولة. نهاية الاقتباس. مع مراعاة الإجابة التي أعطيتها بالأمس، أي أن الجميع كان يعلم أن الأسباب التي دفعت بتغير موقف رئيس الوزراء والتصويت للتمديد، هل تعرف لما ظهرت تلك العبارات عن شارل أيوب في جريدة الديار؟ لا، لست أدري، لكن معروف أن الأستاذ شارل أيوب من المناصرين كان من المناصرين للوجود السوري، هذا رأيه، هذا رأي جريدة الديار، لكن يعني تقرأ فقط جريدة واحدة، هناك آراء مختلفة، هناك عندنا حتى الآن عندنا صحافة حرة، هذا رأي الأيوب. Do you know what... سؤال: هل تعرف ما هي انتماءات السيد أيوب السياسية أو كانت في تلك الفترة؟ قلت أنه من المناصرين لسوريا، لا أعلم أكثر، لست على اطلاع أكثر من ما أقول. I'd like to go now to... سؤال: القاضي نوسوردي، لدي سؤال. لا أعرف إن كان بوسعي أن أطلق عليك اسم وليد بيك، ولكن على أي حال سيد جنبلاط، بالنسبة إلى
want you to look at it for. إذن بالنسبة إلى الفقرة التي ترد على الشاشة وتعطيني الجواب على سؤالي، هل كان هناك شعور طاغن في لبنان بأن الدول العربية كانت تستهدف وكانت تتعرض للضغوط من المجتمع الدولي؟ هذا سؤالي الأول. أما سؤالي الثاني فهو، هل كان هنالك شعور لدى بعض الشخصيات والسياسيين في لبنان بأنه فيما يتعلق بحماية المجتمع العربي وتعزيز قضايا العالم العربي لربما كان ينظر إلى أسد إلى الأسد بشكل إيجابي ولا ينظر إليه كطاغن، وبالتالي فإن التمديد للسيد لحود أو لولاية السيد لحود قد لا يعتبر سلبي للبنان بشكل خاص وللمجتمع العربي بشكل عام. ما من أحد عندما صدر القرار شو اسمه القرار 1559 من جانبنا على الأقل من فريق كورنيت شهوان وفريقي وأصدقائي يعني رأى فيه أن هذا القرار يهدد الأمن العربي، لكن كنا دائما واحتفظنا بموقفنا المبدئي بموقف الطائف، موقف الطائف وهو الإصرار على جدولة الانسحاب السوري كما نص الطائف. أما يعني إذا فهمت سؤالك الثاني، يعني المجتمع العربي أو بالأحرى بشار الأسد، سأجيب على طريقتي، كان من أحد الطغاة الذين حكموا أو يحكمون حتى الآن في البلاد العربية، يعني لم يكن فريدا كطاغي. القاضية نوسورثي، لربما أعود إلى الوراء إلى إفادتك سابقا، وأشرت إلى أنه كانت هنالك مجموعات ترغب في الإبقاء على الوجود السوري وتستخدم ذلك كعذر، مشيرة إلى أنه لم يتم تطبيق كل الإصلاحات التي وردت في اتفاق الطائف. هل كان هنالك فعلا إصلاحات وردت في اتفاق الطائف ولم تطبق في تلك المرحلة؟ وإن كان الجواب نعم، فما كانت تلك الإصلاحات؟ كانت عدة إصلاحات، أهمها ما ورد في الطائف ما يسمى بإلغاء الطائفية السياسية، وهذه لم تلغى، شكلت أعتقد لجنة لإلغاء الطائفية السياسية وأخذت وقتها في التفكير ولم تلغى الطائفية السياسية، لكن كان هذا عذرا يعرفه السوريون بأن المجتمع اللبناني لا يستطيع أن يلغي الطائفية السياسية، ويعني وحتى المجتمع العربي متأصل فيه تتأصل فيه الطائفية السياسية، حتى لو كانت بعض الأنظمة تدعي العلمانية أو التقدمية كانت في مكان ما أيضا طائفية، إن في سوريا أو في العراق مثلا. فإذا ذريعة البقاء بحجة عدم إلغاء الطائفية السياسية كانت ذريعة تستخدم للبقاء. القاضية نوثورثي، هل كانت هناك أي إصلاحات أخرى لم تطبق؟ لست أذكر بهذه اللحظة، لست أذكر، لا أعلم. Thank you very much. قاضية نوثورثي، شكرا جزيلا. السيد كاميرون،
الوثيقة التالية التي أريد أن أعرضها على الشاهد فهي بالبندين 20 و21 باللغتين الإنجليزية والعربية، وهو أيضا خبر صحفي عن مركز المعلومات التبادل المتحدة في 13 سبتمبر 2004، ويبدأ بالرقم المرجعي D0411370 وحتى 379، وجرى القبول به بموجب قرار الغرفة F1802 في 30 من كانون الأول ديسمبر 2014، وورد أصلا في طلب الادعاء بموجب المادة 154F1711 بتاريخ 21 تشرين الأول أكتوبر 2004 في المرفق ألف 1-2 العمود 157، ويرد في المرفق ب العمود 223. القاضي ري، هل ترغب في إعطاء رقم بينة؟ السيد كامرون، نعم من فضلك. القاضي ري، سيكون الرقم رقم البينة P425. السيد كامرون، شكرا. لربما نستطيع أن نعرض على الشاهد الصفحة الرابعة عند الرقم المرجعي للأدلة D0411373، سيد جون بلات، أود أن أذكرك أن ذلك ورد في خبر صحفي لمركز معلومات الأمم المتحدة في 13 سبتمبر أيلول 2004، وعنوان الفقرة التي سأقرأها الآن هو التالي: جنبلاط يحث سوريا على الكف عن التدخل في الجزئيات اللبنانية الداخلية. وورد في الفقرة النائب الدرزي وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط طالب سوريا من جديد الكف عن أقطبس التدخل في الجزئيات اللبنانية الداخلية، نهاية الاقتباس. وأكد على تمسكه الراسخ بالتحالف الاستراتيجي بين البلدين، ولكنه أصر على أقطبس وجوب احترام خصوصية لبنان، نهاية الاقتباس. وذلك بموجب صحيفة النهار يوم الاثنين نقلا عن موقعها على الانترنت نهار نت. قدم جنبلاط تصريحاته يوم السبت أمام وفد من الزوار عندما التقى بزعيم المعارضة نسيب لحود رئيس حركة التجدد الديمقراطي. وجنبلاط الذي يعترض بشدة على التدخل السوري الذي يفرض تمديد ولاية الرئيس لحود ب3 سنوات شدد بشكل خاص على الحرية في لبنان، وذكر بأن الاتحاد السوفيتي انهار قبل 15 سنة عندما أقطبس وصل إلى طريق مسدود بشأن الحريات العامة، نهاية الاقتباس. أما نسيب لحود فقد قال بعد اجتماع المختارة إنه من الواجب حماية الديمقراطية والسيادة والحريات في لبنان، آملا من سوريا أن تقدم جدولا زمنيا لانسحابها العسكري. إذن يبدو لشخص من الخارج أن العبارات المستخدمة هنا قوية في إعلانات أو بيانات علنية صدرت حول هذا الموضوع آنذاك، أليس كذلك؟ صحيح، هذا موقف المبدئي، هذا موقف المبدئي فيما يتعلق بكف التدخل السوري في الشأن اللبناني، تطبيق الطائف والانسحاب من لبنان، والتأكيد على علاقات جيدة نسميها استراتيجية، أحيانا نسميها غير استراتيجية، علاقات جيدة بين لبنان وبين سوريا. هذا أمر تحكمه الجغرافيا السياسية، لبنان، سوريا، إسرائيل، البحر. The next paragraph. سؤال الفقرة التالية وهي الفقرة الأخيرة التي سأقرأها في هذا المستند، عنوان إعادة تنظيم المعارضة. أعاد المعارضون للنظام ولتمديد ولاية الرئيس لحود
تنظيم المعارضة. التقى نائب اللحود ووليد جملات في قلعة المختارة يوم السبت لمناقشة العمل المستقبلي لشبهة المعارضة على أساس برنامج سياسي مشترك بحسب ما أفادته السفير يوم الاثنين. ونقلت عن مصادر من الحزب التقدمي الاشتراكي لجنبلاط وعن حركة التجدد الديمقراطي للحود بأن الطرفين اتفقا أولا على صياغة وثيقة عمل مشتركة مع سائر الأطراف والمجموعات المعارضة لتمديد ولاية لحود ومع الذين وقعوا على عريضة الدفاع عن الدستور بما فيهم لقاء قرنة الشهوان والمنبر الديمقراطي وحركة اليسار الديمقراطي. حسب هذه المصادر ستركز وثيقة العمل على أقطبس الدفاع عن الجمهورية وعن الدستور ونظام الحريات الذي لا يجيز تعيين أفراد من الجيش أو الأمن في السلطة أو تدخلهم في السياسة. نهاية الاقتباس. يبدو هنا أن هنالك بداية لائتلاف بينك وبين أطراف أخرى حول الأفكار التي وردت في تلك الفقرة. سؤالي هو التالي: هل كان هنالك فترة ما في السابق في تاريخ لبنان شهدت ائتلاف من هذا النوع أم كان هذا الأمر جديد؟ لا، هذا الأمر ليس بجديد. فيما يتعلق بالمعارضة للوجود السوري، من قبلنا كان هناك أحزاب عارضت الوجود السوري، حزب الكتائب، القوات اللبنانية، العماد بشيل عون وغيرهم أيضا. هذا ليس بجديد، لكن الجديد أن هذا يعني أتى بعد التمديد، وكنت مش أحاول، كنت حريص على توسيع رقعة المعارضة للوجود السوري، لكن ليست هذه المرة الأولى التي هناك لبنانيون يعترضون أو اعترضوا على الوجود السوري. سؤال: فهمت أن هناك ربما بعض المجموعات السورية المعترضة على الوجود السورية وعبرت عن ذلك، وسؤالي هو التالي: هل إن اجتماع هذه المجموعات أو ائتلافها جديد على الساحة السياسية اللبنانية أم كان هناك في الماضي تحالفات أخرى من هذا النوع كما تم وصفها في هذه الفقرة؟ إذن هل كان هذا الائتلاف جديدا أم كان هناك تحالفات أخرى في الماضي؟ سأنطلق من نفسي، يعني كنت من الحلفاء مع سوريا وأتى ظرف معين التمديد، ومن قبله يعني ببداية الاعتراض على الاتيان بلحود كرئيس جمهورية والتمديد. نعم، قلت كفى بعد التحرير عام 2000، تحرير الجنوب من إسرائيل، قلت كفى، آن الأوان أن يكون للبنان الوجود مستقل، دولة مستقلة، ونقرر نحن كلبنانيين مصيرنا بأنفسنا. نعم، فحتما هناك مجموعات كانت أيضا مع السوريين ثم اتخذت موقفي أو التقت مع موقفي. Do you continue to visit with the... سؤال: هل كنت تواصل زيارة رئيس الوزراء في هذه الفترة من الزمن وبصورة منتظمة؟ دائما، لقاءات دائمة، كان لقاء الأحد دائما في المساء، وعندما كان لابد من رسالة معينة كنت أتصل فيه أو أرسل مروان حمادي أو غازي العريضي، دائما لم تنقطع الاتصالات. And you recall, yes. سؤال: وفي الأمس عندما وصفت الاحتمالات الثلاثة للانسحاب السوري، أولا وهو الاحتمال
الذي كان ينادي إليه البطريرك الصفير وهو الانسحاب الفوري، والثاني هو احتمالك وهو عبارة عن الانسحاب تدريجي وفقا لاتفاق الطائف، والاحتمال الثالث هو البقاء على الوضع الراهن. بالنسبة لرئيس الوزراء، هل كان يشاطرك وجهة نظرك حول نموذج الانسحاب السوري وذلك بموجب مبادئ اتفاق الطائف، أم كان يفضل أحد الاحتمالين الآخرين في هذه الفترة من الزمن؟ كان دائما رفيق الحريري متمسك باتفاق الطائف، وهو الذي من أركان الذين صنعوا اتفاق الطائف بتلك المرحلة، مرحلة الطائف. كان دائما ولم يغير موقفه في أي لحظة، كان دائما مع اتفاق الطائف. And when you say that, سؤال، وعندما تقول ذلك فيعني ذلك إذن احتمال الانسحاب كما ورد في اتفاق الطائف، أي الانسحاب التدريجي من لبنان، هل هذا صحيح؟ الانسحاب إلى البقاع أولاً مع الاحتفاظ بمثلث معين في جبل لبنان، ثم وفق معلوماتي أن تقوم مشاورات أو مناقشات بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية للانسحاب النهائي، هكذا ورد في الطائف. And if I could take the witness now to سؤال، أود الآن أن أنتقل إلى الوثيقة التالية التي ترد في البند الأول والثاني من قائمة العروض، إذن البند الأول في العربية والبند الثاني بالنسبة للوثيقة العربية الإنجليزية، وهي وثيقة تحمل رقم البينة P303 وتم القبول بها كبينة أو كدليل في 13 من نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعد الاستماع إلى إفادة الشاهد PRH305، وهو عبارة عن مقتطف صحفي مؤرخ بالتاسع عشر من سبتمبر أيلول. وفي نهاية هذه الوثيقة هناك إشارة إلى أن هذا الخبر نشر في جريدة المستقبل الاثنين 20 أيلول 2004، والرقم المرجعي للدليل هو التالي D0004668 وأيضا 4669. السيد جملات، العنوان هو اللقاء الديمقراطي يقر ورقته اليوم ولقاء وطني في البريستول بعد غد، وفتحت ذلك نقرأ النص التالي: بعد اجتماع في الأمس مع رئيس الوزراء رفيق الحريري، إن رئيس الحزب الاشتراكي التقدمي والد جملات أعلن أنه اقتبس بالتضامن مع المعارضة، فإما سنشارك في الحكومة معا وإما لا نكون فيها معا، نهاية الاقتباس، واعدا بإعلان مواقف إضافية الخميس المقبل. و يأتي ذلك بعد يوم من ما شهده جبل لبنان، أي حركة معارضة مكثفة تم تعبئتها ضد الحملة الانتقامية في عدد من المدن والقرى من الشويفات وصولا إلى الشوفي، وكان ذلك جزءا من حركة المعارضة التي أعلن فيها جملات عن مواقفه التي تمثل منعطفا في الحياة السياسية اللبنانية، وعلم بأنه هناك خلوة بين الحريري وجملات استعرضت الوضع في ضوء المعطيات المتوفرة محليا وإقليميا ودوليا. السيد جملات، أريد أن أطرح عليك عدد من الأسئلة هنا. أولا، قلت هنا أنك تتضامن مع المعارضة، فإما نشارك في الحكومة معا وإما لا نكون فيها معا، إذن هل تم اتخاذ قرار حول هذا الموضوع عندها على الساحة السياسية حول ما ستفعله المعارضة؟ كان هدفنا أن نوسع أكبر، أن نوسع ونجعل أوسع التحالف ممكن من اللبنانيين، من الأحزاب اللبنانية، وفقا
للاعتراض على التمديد القسري للحود، وفي معارضة الممارسات الأمنية، سميناها النظام الأمني آنذاك، النظام الأمني اللبناني والسوري، لما جرى من اعتقالات تجاه المناصرين من الحزب الاشتراكي، ولما جرى من غيرها من الممارسات. وكنا نتهم النظام السوري النظام الأمني السوري اللبناني المشترك بهذا الأمر، وكان هدفي توسيع رقعة التحالف مع كل الأطراف التي ممكن أن تلتقي في هذا الموضوع. And if I could go to the following page of the سؤال، وأنتقل إلى الصفحة التالية من الوثيقة التي تحمل الرقم التالي D00004669. في بداية الصفحة نقرأ: وأكد، ونعرف هنا أنه يتم الحديث عنك، وأكد التمسك بالدستور والقوانين والحريات وتصحيح العلاقات اللبنانية السورية، نهاية الاقتباس. ورأى في أقتبس ما حدث في الجبل تأكيدا على أن ثمة نظام بوليسيا يجري تركيبه، نهاية الاقتباس. ولفت إلى أن أقتبس أي فرد منا مهدد من قبل المخابرات، أي نوع مخابرات، نهاية الاقتباس. واعتبر أن أقتبس الذي يخالف الدستور يكمل، ومن يخالف إرادة الشعب يتابع، نهاية الاقتباس. ما هو الحدث الذي أدى إلى إصدار هذا البيان؟ ما جرى في الجبل في هذه الفترة من الزمن؟ أعتقد كانت ذاكرتي جيدة. جرى اعتقال أحد المناصرين الحزب في رئيس بلدية الشويفات آنذاك، جرى اعتقاله تعسفيا بتهمة ملفقة، إذا كانت ذاكرتي جيدة. هذا واتهمنا فيها آنذاك بأن النظام السوري، المخابرات اللبنانية، فلنكن واضحين، لم نكن نميز بأي لحظة من اللحظات بين الجهاز الأمني اللبناني والجهاز الأمني السوري. لقد عندما دخل السوريون إلى لبنان عام 76 رسميا، كان في تلك الفترة إمكانية استقلال بين الأجهزة، إمكانية. لكن عندما دخلوا مجددا إلى لبنان، أو بالأحرى طبق الطائف، ركبوا الأجهزة اللبنانية على شاكلة الأجهزة السورية، فلم نكن نستطيع أن نميز إذا كان هذا الجهاز المخابرات لبناني أو سوري، لأنه كان يأتمر بنفس الرئيس. الأجهزة اللبنانية كانت صورة عن الأجهزة السورية. When you say they followed the orders of the same president. سؤال: عندما تقول أنهم كانوا يأتمرون بأوامر الرئيس نفسه، عن أي رئيس تتحدث؟ عن لحود، عن بشار. لم نميز آنذاك. كانت الحملة موجهة ضد التمديد، وعنوان التمديد هو بشار، وممثل التمديد هو لحود. Further on down the page under the head. سؤال: إذا ما وصلنا إلى الأسفل تحت كلمة صفير، نقرأ ما يلي. وفي إشارة تضامن واضحة مع جملات، أكد البطريرك المروني نصر الله بطرس صفير، وهو ليس بعيد عن الموضوع نفسه، أن أقتبس ما ينفع الإنسان في كل مكان هو أن يترفع عن الأحقاد والتشفي والصغائر، وأن يسعى إلى نشر السلام حوله، خاصة إذا كان ذي سلطان، نهاية الاقتباس. هل في هذه الفترة من الزمن هل أجريت أي نقاش معين مع البطريرك صفير أو أحد ممثليه؟ وذلك في الجهود التي بذلتها من أجل توسيع نطاق التحالف؟ طبعاً كانت دائماً هناك رسائل تجاه البطريرك صفير من خلال أصدقاء مشتركين. وكان البطريرك صفير كما تعلمون تمسك بموقفه المبدئي بالانسحاب الشامل والكامل
للقوات السورية من لبنان، وكان هناك أصدقاء يذهبون ويأتون ونتبادل الأراء، مثل مثلا سمير فنجي، نسيب لحود رحمة الله عليه، والغير والغير. I could take the witness now to. السيد كاميرون، ننتقل الآن إلى الوثيقة التي ترد في البند 23 بالإنجليزية و 24 بالعربية في قائمة عروض الادعاء. إذن هناك هذا عبارة عن مراجعة صحفية بتاريخ 20 سبتمبر 2004، صدرت عن مركز المعلومات الأممية المتحدة، والخبر هذا يحمل الرقم المرجع للدليل الذي يبدأ بـ 0411897 إلى 906، وإن الغرفة اتخذت قرارا للقبول بهذه الوثيقة في 30 من ديسمبر كانون الأول. القاضي ري حسناً، السيد كاميرون، وهل يمكن أن نعطي رقم بينة القاضي ري؟ نعم، نعطي الرقم B426. Yes, of course. القاضي عقوم، ننتقل إلى موضوع آخر. أن البطرق صفاير كان يذهب بعيدا أكثر من موقفك وموقف الرئيس الحريري، يعني في حين أنكما كنتما تطالبان بالانسحاب التدريجي كان يطالب بالانسحاب الكامل، فهل كان البطرك يتعرض لمثل الضغوطات التي كنتما تتعرضان لها أنت والمرحوم الرئيس الحريري؟ وفي حال كان الجواب سلبا لماذا؟ لا حتما، هلا بدك ترجعني مش بدك ترجعني، حتما كان في حملات على البطرك من قبل فرقاء ما يسمى يعني فرقاء تابعين للنظام السوري، حتما. لا املك قدامي يعني صحف او بيانات سابقه، لكن حتما كان يتعرض لحملات صحفيه، حتما. الابواق السوريه معروفه، لكن تميزنا شخصيا والرئيس الحريري تميزنا مع البطرك بانه نحن قلنا الانسحاب التدريجي انسحاب مرحلتين، مرحلة للبقاع، مرحلة لسوريا. البطرك كان وفي مع نفسه مع قناعته أن الانسحاب الكامل لا بدون قيد ولا شرط. ورد في إفادتك أن الرئيس الأسد تعرض مباشرة لشخصك وشخص الرئيس الحريري حين قال سأكسر لبنان على رأس الحريري وجنبلاط. هل حصل مثل هذا التهديد المباشر للبطرك صفاير؟ مش على علمي حصل هالشيء ضد الحريري وشخصيا، بس مش عالمي اصحاب ضد البطرك. مش مذكر هلا اذا صار في حملات من بشار على البطرك، ما بعتقد مش عارف، بس يعني الابواق السوريه حتما، لكن مش عالمي نفس التهديد وصل للبطرك. شكرا مستر كاميرا. Thank you. In P exhibit. السيد كاميرون، في
البينة هذه التي تحمل رقم P426 نتناول الصفحة الرابعة الذي يبدأ رقمها المرجعي للدليل D0B04119000. السيد جنبلاط، في أعلى هذه الصفحة هناك العنوان التالي: جنبلاط ماض في التصعيد ضد النظام حتى نقطة لا عودة. ثم نقرأ ميدل إيست ريبورتر، وتحت ذلك نقرأ ما يلي: صعد الزعيم الدرزي ورئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط خلال عطلة الأسبوع معركته ضد النظام، اقتبس، دفاعا عن حرية لبنان، نهاية الاقتباس، حتى نقطة لا عودة. وفي هجوم شديد غير مسبوق ضد نظام الرئيس لحود، اعتبر جنبلاط أن لبنان يتحول إلى سجن كبير يستتب فيه الحكم المتسلط للحزب الواحد بحسب الصحافة المحلية، بما فيها جريدة النهار في بيروت يوم الاثنين. إذن بالنسبة للمواقف التي كنت تعبر عنها، لقد كانت دقيقة للغاية في هذه الفترة من الزمن، أليس كذلك؟ طبعا هذا هو كان موقفي بالأساس عندما رفضت التمديد، لم أغير، والتصعيد يأتي تباعا، يعني مواقف السياسية كانت تباعا في مواجهة التمديد، وهذا بعض من ما قلته. يعني هناك تصريح عديدة أنا ذاك صرحتها في ضد سوريا وضد الأحود، ليس هذا التصريح الوحيد. سؤال: وبغض النظر عن أنك ورئيس الوزراء كان لديكما الرؤية نفسها حول طريقة انسحاب الجيش السوري وفقا لاتفاق الطائف، هل كان هناك تمييز بين أو فرق بين طريقة تواصلك حول هذا الموضوع مع الجمهور وطريقة تواصل رئيس الوزراء حول هذا الموضوع؟ هل كان على غرارك يعبر عن هذه المواقف الواضحة والمباشرة؟ كل فرد منا عنده أسلوبه في التعاطي بالسياسة، عندي أسلوبي والرئيس الحريري عنده أسلوبه، عنده طريقته. قد يكون الرئيس الحريري عنده يعني طريقة أخف حدي من طريقتي، بس عندي أسلوبي معروف، أسلوبي تاريخيا، والرئيس الحريري كمان عنده أسلوبه، لكن كنا نشترك بنفس القناعة الأساسية السياسية بأنه آن الأوان لانسحاب سوريا من لبنان وفق الطائف. Was there any conversation? سؤال: هل كان هناك بينك وبين رئيس الوزراء في هذه الفترة من الزمن أي نقاش قال فيه رئيس الوزراء ربما لا يجب أن نتحدث عن ذلك علنا بهذه الطريقة، أو بالعكس اعتبر أنه من المناسب أن تتحدث أنت عن هذا الموضوع بالطريقة التي كنت تفعلها؟ ما حدا كان يملي على الثاني رأيه، كان هذا رأيي وكان يحترم رأيي لا أكثر ولا أقل، ما حدا كان يملي على الثاني رأيه أو يعترض على رأي الآخر، لا. So that press review was on the 20th of. سؤال: إذن هذه المراجعة الصحفية صدرت في 20 سبتمبر أيلول، ثم وبعد بضعة أيام في 22 عقد اجتماع مجموعة البريستول الأول، وربما يمكن أن نبث على الشاهد الشريط المصور الذي نراه في البند 91 من قائمة عروض الادعاء. وسأتناول مقطعا وجيزا للغاية من هذا الشريط. ورقم البينة لهذا الشريط هو P00365. هل يمكن أن نبدأ عند الدقيقة 22:04؟ Stop that, please. نتوقف قليلا. إذن هذه هي اليافطة
التي تم وضعها خلال الاجتماع الأول للقاء البريستول، هل تذكر ذلك؟ أذكر ذلك طبعا، وهذا كان الشعار العام للمعارضة للوجود السوري وللمعارضة للتمديد. نعم أذكر ذلك جيدا، الدفاع عن الحريات وحماية الدستور، لأننا شعرنا أن الدستور أهين ودنس الدستور وأن الحريات في خطر. نعم. If we could go to, السيد كاميرون، هل يمكن الانتقال إلى الدقيقة 22:10؟ And here you are greeting. السيد كاميرون، أنت هنا تصافح عدد من المشاركين في الصف الأول. نواصل. And could you describe at this point if you could. السيد كاميرون، whom are you sitting with if we could just. إذن مع من تجلس هنا؟ نتوقف بعد الشيء أو نعود ثانية إلى الوراء. Stop it there, please. سيد كاميرون، توقفوا هنا. إلى جانب من تجلس هنا السيد جملات؟ هنا أمامي كارلوس إدي، ابن أخ العميد السياسي الكبير ريمو إدي. هنا توفيق الهندي للصف الوراء، بريدياغي نائب رئيس الحزب الاشتراكي، يعني المسؤول عن العلاقات الخارجية. الآخرون ربما صحفيين، ما بعرفهم. مستر جملات القادري، السيد جملات، عندما ننظر إلى هذا الشريط من الواضح أن هناك البعض الذين يرتدون ربطة العنق وزي العمل وغيرهم لا يفعل ذلك، هل هذا تقليدي أو لا؟ ما هو تعليقها حول هذا الموضوع؟ هذه حرية اللبس كمان، ما لها علاقة. أنا بكل حياتي، يعني غالب حياتي بلبس جينز وجاكيت جلد، طبعا بالمحكمة مجبور ألبس اللبس الرسمي. And if we can go to. السيد كاميرون، ننتقل إلى الدقيقة 25:34. Just stop there, please. السيد كاميرون، توقفوا هنا قليلا. هذه إذن لقطة عن جبران تويني. بسرعة، هل يمكن أن تقول لنا ما كان موقف سيد جبران تويني فيما يتعلق بالانسحاب السوري واتفاق الطائف والقرار 1559، إذا ما كان لديك معلومات حول ذلك؟ أتذكر أن الشهيد جبران تويني كان من في المقدمة الذين كانوا يطالبون بالانسحاب السوري والمدافع عن الحريات في لبنان. جبران تويني ابن غسان تويني، لكن ابن مؤسسة عريقة ديمقراطية، صحيفة كبيرة جدا في لبنان، هي صحيفة النهار، هي صحيفة النهار. فلذلك يعني كان لقاء طبيعي بيننا وبين جبران تويني وبين كل فرد أو كل مجموعة أو كل حزب يلتقي معنا في أهمية أو في ضرورة الانسحاب السوري من لبنان، وفق طبعا وفق الطائف. آنذاك أعتقد لم يكن هناك نقاش إذا صح التعبير حول الطائف، بس كانت مناقشات عامة، إذا كانت ذاكرتي يعني جيدة. I'd like now to go to السيد كاميرون،
هل يمكن أن نتناول الوثيقة التي ترد في البند 26 باللغة العربية والخامس 25 باللغة الإنجليزية على قائمة عروض الادعاء؟ This is a press review dated the 23rd of September. إذن هذا أيضا مقتطف صحفي بتاريخ 23 سبتمبر 2004، والرقم المرجعي لديه يبدأ بدي 0412131 وينتهي بدي 0412139، وعلى غرار الوثيقة الأخيرة إن الغرفة قبلت بهذه الوثيقة، وذلك بموجب قرار 30 من ديسمبر كانون الأول الذي يحمل الرقم F1802. هل يمكن أن نعطي رقم بينة لهذه الوثيقة القديرية؟ سنعطي الرقم التالي B427. السيد كاميرون، هل يمكن أن نتناول الصفحة الخامسة من الوثيقة التي تحمل الرقم D0412135؟ In the middle of the page, Mr. في منتصف الصفحة سيد جنبلاط، سوف ترى بعض العبارات القوية. العنوان لقاء بريستول يشتب بقوة التمديد لولاية الرئيس إيميل لحود باعتباره غير شرعي، وبعد ذلك تحت عنوان The Middle East Reporter إن المجموعات المعارضة من الزوايا الأربع للمشهد السياسي في لبنان قد تحدت مع نائب الدرزي وليد جنبلاط ضمن جبهة وطنية واسعة النطاق لمعارضة تعديل الدستور الذي أدى إلى التمديد لولاية الرئيس إيميل لحود لثلاث سنوات إضافية، كما أفادت النهار وفقا لموقع نهار نت اليوم. وأعلنت المعارضة عن خطوتها في اجتماع صاخب عقد في فندق بريستول يوم الأربعاء، في وقت كان النظام يطلق مؤيدا تلو الآخر لمهاجمة جنبلاط ونعته بالخائن والعميل الإسرائيلي نهاية الاقتباس، ما يشير إلى أن الطرفين قد عبرا نقطة اللا عودة. أود أن أطرح سؤالين. أولا، كان هنالك وجود لعدد كبير من الصحفيين في اللقاء الأول لبريستول. في خلال الاجتماع، هل سمح للصحفيين بالبقاء داخل القاعة؟ هل تتذكر؟ أعتقد كنا نسمح للصحفيين من أن يلتقطوا صور، لكن لاحقا في المداولات والمناقشات ليس على حد علمي، لم يكن هناك من صحفيين على الأقل بشكل رسمي. يعني ربما بعض من الحضور سرب بعض الأخبار لاحقا، لكن يعني مبدئيا الصحفيين الصحفي وظيفته تصوير المشهد ثم يأتي البيان المتفق عليه. And was this the first سؤال؟ وهل كان هذا الاجتماع الأول من تلك الطبيعة أن يجمع بين كل تلك المجموعات؟ البريستول كانت عنوان، أعتقد حدثت ثلاثة اجتماعات البريستول، لكن جرت أيضا اجتماعات في بيتي في بيروت مع مجموعات المعارضة وبنفس التوجه في الاعتراض على التمديد القسري للحود والمطالبة بالانسحاب السوري من لبنان. نعم، عدة اجتماعات، يعني تتحدث عن أشهر من الاجتماعات بعد التمديد القسري إلى 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 وصولا إلى 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 النهار المشؤوم، نهار اغتيال الرئيس الحريري، والذي فيه أيضا اجتمعنا مساء، وكان الموقف المطلق في مواجهة الرئيس السوري والنظام السوري. سؤال، عندما تقول إن لقاء البريستول كان العنوان، هل تقصد بذلك أنه كان تمثيل لكل العمل الذي كان يحصل خلف الكواليس وأدى إلى تلك اللحظة وإلى تلك اللقاء؟ فلنقل أن البريستول أو يعني
موقع مشترك للجميع، موقع جغرافي وموقع يعني ينسجم مع الجميع. يعني لم أطلب أن يأتي كل الفرقاء إلى بيتي، ربما البعض كان لهم بعض من الحساسيات، لكن كنا نذهب إلى موقع محايد سمينا البريستول، هو فندق في بيروت، لذلك كنا نلتقي في البريستول. سؤال، ولكن أنت استخدمت مصطلح عنوان، بذلك تقصد أنه كان من المنوي أن تكون المعلومات علنية، المعلومات بشأن العمل الذي كان يحصل بين مختلف الأطراف، هل هذا صحيح؟ كنا دائما في نقاش دائم في البريستول حول خطط العمل، كيفية توسيع المواجهة السياسية والشعبية في مواجهة التمديد الغير دستوري والقسري. كنا دائما في هذا المناخ السياسي لتوسيع رقعة المعارضة، لتوسيعها من أجل مواجهة التمديد القسري. هذا جزء من عملنا السياسي كان اليومي أو الأسبوعي. ونلتقي لنستخلص خلاصات أو نلتقي في البريستول أيضا للتداول بين أنفسنا. ماذا نفعل؟ السؤال، سوف أطرح هذا السؤال وبعدها ننتقل إلى موضوع آخر. هل كانت الاجتماعات في فندق البريستول تنوي التأكيد علنا على العمل الذي كان يجرى مع الآخرين؟ أنا أفهم أن اجتماعات عقدت، ولكن بموجب تلك الفقرة كان هذا المكان مكان يقصده الجميع. وهل إن هذا البيان الصادر عن اللقاء كانت رسالة علنية توجه إلى الرأي العام؟ أي طبعا، لم تكن رسالة سرية، طبعا كانت رسالة علنية بأن المعارضة تجتمع في المكان المحدد البريستول لمناقشة التطورات بعد التمديد للحود. نعم، كان هذا اجتماع علني، وكان هذا وبعد كل يعني اجتماع كان هناك بيان والبيانات واضحة. And is this a fair description? سؤال، وهل ما ورد هنا وصف ملائم لما ورد في الاجتماع الأول، أي للزوايا الأربعة للمشهد السياسي في لبنان قد اتحدت مع النائب الدرزي وليد جنبلاط ضمن جبهة وطنية واسعة النطاق؟ هل هذا الوصف الذي ورد هنا وصف ملائم لما كنت تفهمه أنت عن لقاء البريستول؟ يعني أنا لبناني قبل أن أكون درزي، نشأت درزي، يعني ولدت درزيا بالمذهب درزي، لكن أنا لبناني وأنا من هذا الفريق اللبناني العريض الذي رفض مع غيري الوجود السوري والتمديد القسري. سؤال، الجمل التالية في تلك الفقرة وحتى الفقرات الثانية والثالثة تتعلق بموضوع آخر. الجمل المتبقية في الفقرة الأولى هي التالية: كان النظام يطلق مؤيدا تلو الأخ لمهاجمة جنبلاط ونعته بالخائن والعميل الإسرائيلي لنهاية الاقتباس، ما يشير إلى أن الطرفين قد عبرا نقطة اللا عودة. وفي الفقرة الثانية: ومن المتوقع أن تلتقي مجموعة قوى أخرى اليوم الخميس للإعراب عن دعمها لتمديد ولاية لحود واستنكار موقف جنبلاط أقتبس التخريبي والغادر نهاية الاقتباس. وقارن الكاريكاتوري في صحيفة النهار الوضع الراهن بأوائل الخمسينات حتى حين أرغم والد جنبلاط كمال جنبلاط بالتعاون مع القائد المسيحي الراحل كميل شمعون الرئيس بشار الخوري على حين أجبر إذن الرئيس بشار الخوري على التنحي بعد أن أعيد انتخابه. وضم لقاء بريستول جميع المعارضين لتمديد ولاية لحود من كل الطوائف والفصائل تحت شعار أقتبس استعادة الجمهورية والنظام الديمقراطي من الدولة الأمنية ونظامها وتصحيح
العلاقات السورية اللبنانية، نهاية الاقتباس، على أساس تطبيق اتفاق الطائف الذي أنهى 15 عاما من الحرب الأهلية. هل تفاجأت؟ أو أولا، هل إن الادعاءات أو المزاعم بأنك خائن وعميل إسرائيلي وتقوم بأعمال تخريبية وغادرة، هل إن تلك الاتهامات كانت توجه إليك بشكل علني في تلك الفترة؟ طبعا بشكل علني، طبعا على من خلال نواب وأحزاب الموالية لسوريا، طبعا بشكل علني. يعني هذه على أي حال هذه الأدبيات النظام السوري والملحقات للنظام السوري من أحزاب وشخصيات، طبعا بشكل عام مش بشكل سري. لكن يعني إذا لكن هنا يعني في مقارنة يعني مغلوطة، يعني بعيد الشبه أن نقارن يعني السجال السياسي الذي كان يحدث في لبنان بين كمال جنبلاط أو كميل شمعون أو بشار الخوري، كانت أحيانا سجالات سياسية قاسية وأحيانا يلتقون، لكن كانت هذه كان لبنان يتمتع بحرية ديمقراطية، يعني لم بعيد الشبه أنه يعني أن نشبه كميل شمعون أو كمال جنبلاط أو بشار الخوري أو أيا كان من لبنان ببشار الأسد. أرجوك، يعني هذه إهانة للبنانيين. Were you surprised that this kind of language was used? سؤال: هل تفاجأت باستخدام تلك المصطلحات الضدقة علنا من أشخاص موالين للنظام السوري؟ هل تفاجأت آنذاك؟ لا أبدا، يعني هذا يلتقي على كل حال، يعني هذا ترجمة العملية إذا صح التعبير، أو الترجمة اللفظية لما قاله لي رستم غزالي في 25 آب، أن هل إنك معنا أو ضدنا؟ فهذا ترجمة أنك ضدنا، هذا تعبير إنشائية للنظام ولدمى النظام، أنك ضدنا فإسرائيلي وخائن وإلى آخره. هذه مفرداتهم، أدبياتهم. بما يتعلق بالخيانة، هل أعرب لك الرئيس الحريري بأنه كان قد ذكر أمامه أيضا أنت معنا أو ضدنا؟ الرئيس الحريري ما وجه له تهديد، وجه له تهديد مباشر عندما التقى ببشار ب26 آب، كان تهديد مباشر، ويعني أجبت أعتقد عن هذا الكلام بالأمس. ويعني صحيح ذهب ومدد بإرادته، لا مش بإرادته، لكن يعني بنصيحتي، وهناك تهديد، يكفي التهديد. عندما يقال له أنت معنا أو ضدنا، هل تستنتج ذلك أنه كان بنفس السياق الذي استنتجته منذ قليل، هل تستنتج ذلك أنه يعتبرونه بنقله تلك النقلة النوعية أصبح نوع من الخائن بالنسبة إليهم؟ ما اعتبروه خائن بوقته، ما اعتبروه برأيي خائن، أو ما سمعنا أنه اعتبروه خائن، لكن كانوا يعرفوا انه بالاخر اتهموا انه في مكان ما، وهذا تهمه زور وخطا، انه كان مدبر ما يسمى هذا القرار 1559، لكن اجبر بنصيحتي، لانه نحن متمسكين مع الحريري بموضوع الطائف، لكن اجبر بنصيحتي، كنت بدي احميه جسديا وسياسيا، جسديا اهم شيء.
ما الذي غاز أكثر، تلك النقلة النوعية أو بشكل ثاني عدم قبول التمديد أو قبوله، أم وضع لبنان تحت المجهر الدولي بالقرار 1559؟ لا علاقة لي، ما لي علاقة لا أنا ولا الحريري بال 1559، لكن مع الأنظمة الأحادية الشمولية الديكتاتورية ما في مناقشة، ما في حرية مناقشة، مش مسموح المناقشة، مسموح إبداء الرأي. يمكن حتى إبداء الرأي للحريري عندما ذهب إلى دمشق وكان واستمعنا بالأمس سويا على الحديث بينه وبين رستم غزالي، قال له بكرة منشوف مع الرئيس، يعني مع الرئيس مع بشار، يعني مع معلمك. حتى في دمشق ما سمح له يقعد على الكرسي، قال له يا أنت يعني إذا بده شراك يشيلني من لبنان، بما معناه يعني عم بيقول أنه شراك صديقه للحريري، بكسر لبنان. ورسالتي لولي جنبلاط مثل ما عنده دروس عندي دروس، بمعنى تهديد. طيب من فرجي عم بيحكي عربي درج هلأ.